كل الركان وين الركورد؟ هبدأ الأول بالهارت. الهارت وهنشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي فيه وطريقة الإجابة عليها. بالنسبة للهارت بيتسأل فيها التشيمبرز وهنتكلم على كل تشيمبر فيهم، إيه الأسئلة اللي ممكن تيجي في أي تشيمبر لو تجيلي. بالنسبة للإتريوم الاثنين بيتسأل فيهم الأسئلة الآتية: الأورفيسس اللي موجودة في كل واحدة فيهم، ومين في الأورفيس ده ليه فالف ومين ملهوش فالف. واحد اثنين، الرايت اتريوم بالاخص بيتسال فيه ديسكريبشن للانترنال ستراكشرز اللي فيه، على اساس تقول ان هو راف بارت وسموس بارت، والراف بارت جاي منين والسموس بارت جاي منين امبريولوجيكال. بالنسبه للليفت اتريوم لو جه بيتسال فيه على حاجتين، الحاجه الاولى الاورفيس اللي فيه، والحاجه الثانيه هو بيشارك في عمل اي سيرفيس. وعموما بالنسبة لكل التشامبرز بتاعت الهارت في دايما أسئلة ثابتة أو بنعمل فيها شوية موديفيكيشن وقت للتاني. إن أجيب شامبر وأسألك أقول لك اسمها إيه؟ وأذكر السيرفيسز والبوردرز اللي بتشارك في عملها. بمعنى أجيب مثلا الرايت فينتركل، فهتقول أنت اسمه الرايت فينتركل. أقول لك إيه هو السيرفيسز والبوردرز اللي الغرفة دي بتشير فيه؟ يعني مثلا بتشارك في الاسترنو كوستال سيرفيس ولا انتيرو سيرفيس مثلا، معايا ولا لا؟ وبتشارك في جزء من الدايفراجماتيك سيرفيس. ايه البوردرز اللي بتشارك فيها؟ الانفيريور بوردر. طيب لو جه على الرايت اتريوم مثلا على سبيل المثال، الرايت اتريوم بيعمل انه بوردر في الهارت، بيعمل الرايت بوردر، بيتشارك هي نفسها في اي سيرفيس؟ الاسترنو كوستال سيرفيس. هنشوف كل غرفه الوقت عموما. لكن حاجه ثانيه، ايه اللي بنتسال فيه في الهارت؟ الفيزيتس. الفيزيتس سواء هم عندنا اثنين، بسال على الرايت كورونري او ليفت كورونري، ركزوا في كل كلمه بقولها. يسال على الرايت كورونري يعني ليفت كورونري، واذا سالت على واحد فيهم السؤال الثاني اللي عليه على طول البرانشز بتاعته. معايا؟ البرانشز بتاعته سهله وتتحفظ، يمكن فيهم جزء معروف الاثنين بنحط لهم اتريال برانشز وفنتريكولار برانشز. معايا؟ وكل واحد فيه حاجه خاصه بيه زي ما هنشوف الوقت. الحاجه الثانيه في اماكن معينه فيه بنسال فيها على المناطق الانستيموزس. مناطق الانستيموزس يعني مثلا باجي في مكانين مشهورين وبسال عن المنطقه دي، المنطقه الاولانيه الايبكس بتاعه الهارت، بقول لك اذكر الفيزلز اللي بتشارك في الانستيموزس في هذا المكان واذكر السيرفيس اناتوم. يبقى دول السؤالين مرتبطين بمين؟ بالايبكس. ان هم السؤالين ايه تاني؟ الفيزلز اللي موجوده هنا، ونمره اثنين السيرفيس اناتومي. واضح كلامي ولا لا؟ بالنسبه كمان للفينس درينج، واشهر فينس درينج في الهارت واكبر فينس شانل موجوده في الهارت تبقى موجوده في الخلف اللي هي الكورونري ساينس. بتيجي بنحط عليها علامه وبسال ايه هي، وبقول لك بتنتهي فين؟ بتنتهي فين؟ هتقول لي بتنتهي فين؟ الرايت اتر بين فتحتي زي ما قلنا، اللي هي فتحه الانفيرو فيناكيفا وفتحه الايه؟ الترايكاسبيد. وبقول ايه التريبيوتريز بتاعتها؟ ايه التريبيوتريز بتاعتها اوف ذا كورونري ساينس. واضح؟ ايه تاني ممكن يجي لي في الهارت؟ الفالفز. بمعنى اسال على فيزل واقول اسمه ايه؟ والفالف بتاعه اسمه ايه؟ والسيرفيس اناتوم بتاعه. الكلام ده ممكن يجي يا اوسبي يا يجي اند بلوك في سؤال من اسئله الموديفاير. يجي لك بروبلم والبروبلم دي مثلا تيجي على تشيمبر والتشيمبر دي يسالك عليها وعلى الفالفس اللي موجوده فيه، او يجي على فيزل والفيزل ده يسالك على اول الفالف اللي فيه ويسالك على السيرفيس اناتوم بتاع الفالف ده غير السيرفيس اناتوم بتاع الهارت. كلامي واضح ولا مش واضح؟ الاناتوميكال بوزيشن ده الاسترنو كوستال سيرفيس بتاعه. واعرفه منين؟ بوجود الازرق والاحمر دول جنب بعض اللي هو البالمونري ترانك والاسندنج اورتا. ما ينفعش احطه كده، يبقى احنا حاطينه فين؟ في البوستيرور سيرفيس. معايا؟ اللي هو البيس بتاعه يعني. اذا حطيناه بالمنظر ده دي الغرف اللي هتيجي قدامي. اذا دخلت على عينه ولقيتها موجوده بالمنظر ده وسالتك قلت لك ايه ده؟ نعرفه من الاول رايت اتريوم. ايه ده؟ رايت فنتريكل. ده جيت على الايبكس اسمه ايبكس. مين الغرف اللي بتشارك في عمله؟ هنا الليفت فنتركل بس. لو جه على ده اوريكل، مفيش ليفت اتريوم هنا، ليفت اوريكل. طالما السطح ده قدام لو لفيته كده وسالتك على ده ليفت اتريوم، لو سالتك تحت هنا يبقى ده ليفت فنتركل وده رايت فنتركل. عرفت ان ده رايت فنتركل منين؟ لان تحت الغرفه اللي هي فيها الفينكافات اهي. واضح كلامه ولا لا؟ واضح. طيب دي بالنسبه للغرف وهجي لها تاني. لو جيت سالتك على الجروف ده وحطيت هنا علامه في المكان هتقول اسمه ايه؟ انتيريور انتر فنتريكولار جروف.
مين الفيزلز اللي موجوده هنا؟ هتقول الانتيريور انتر فينتريكولار ارتري، وفي فين موجود هنا كمان احنا بنسميه الجريت كاردياك فين. لو جينا في الخلف وسالتك قلت لك مين اللي في الخلف في النص هنا الجروف اسمه انتر فينتريكولار لانه في البوستيريور. مين الفيزلز فيزلز اللي موجوده هنا؟ هتقول لي البوستيريور انتر فينتريكولار اللي هو جاي من من الرايت كورونري، وهنتكلم على الميدل كمان كاردياك. واضح كلامي ولا لا؟ طيب اذا جيت على الايبكس زي ما قلت وحطيت علامه هنا هتقول لي اسمه ايبكس، هقول لك السيرفيس اناتومي فين، هتقول لي في الناينث انتركوستال سبيس، في الفيفث انتركوستال سبيس 9.5 سنتيمتر فروم ميد لاين. واضح كده؟ مين الفيزلز اللي بتشارك في الانستموزس اللي عند الايبكس؟ هتقول لي الاتي الفيزل اللي بتشارك في الانستموزس انتيرير انتر ديسندنج او الانتيرير انتر فينتريكولار بوستيرير انتر فينتريكولار، وفي عندنا كمان واحد اسمه ايه ليفت مارجنال، ليفت مارجنال. واضح كلامي؟ المنطقة الخلفية بقى خلينا في البلاستيك ده، لو جيت في الخلف هنا وحطيت على أكبر وعاء لونه أزرق في الخلف هنا وأنا في الخلف اسمه إيه الجزء اللي في الخلف ده؟ كوروناري ساينس اسمه إيه؟ طيب أسأل عليها فين؟ أسأل عليها وهي داخلة على قريبة من الإتريم، يعني في آخرها، ما أحط الدبوس بتاعه أحطه في آخرها. واضح كلامي ولا لا؟ هنشوف أشكال مختلفة منهم دلوقتي، بس هرجع تاني من البداية. إذا سألت على الكورونري ساينس هقول لك هي موجودة فين؟ هتقول لي موجودة ما بين البيز والديافراجماتيك سيرفيس اوف ذا هارت. في الكورونري سالكس، اسمه كورونري سالكس اللي هي نايمة فيه. لو قلت لك السؤالين اللي دايماً مربوطين بيها، نمرة واحد الفينوس درينج اللي هي داخلة عليها، هتكتب لي الجريت كاردياك فين والميدل كاردياك فين والسمول كاردياك فين، وممكن تكتب لي كمان معاهم مين؟ اوبليك، مش الانتيرور كاردياك فين، اكتب الاوبليك فينز اوف ذا رايت ايب. الحاجه الثانيه بتنتهي فين زي ما قلت، والكلام ده لو مركزين معايا بتنتهي فين؟ في الرايت اتريم بين فتحتين في الفينكيفا والتريكس. واضح كلامي ولا لا؟ ده بالنسبه للكورونري ساينس. الفيزلز اللي تتسال هنا عشان اخلص منها، كلنا عارفين ان ده الاسندنج اورت وده السطح الامامي، واضح ولا مش واضح؟ لو جيت ناحيه الرايت اتريم اللي هو ده وسالت على وعاء لونه احمر اللي انتوا شايفينه في البلاستيك اللي قدامي ده، او لو جيت على اللي هو لونه ازرق اللي هو البالمونري ترانك وجيت بالنسبه له تزلفت الناحيه دي في الاول خالص مش هنا، لو في الاول خالص جنب الترانك على طول جنب الترانك شايفينه فين؟ فوق خالص مش هنا. فاهمين كلامه ولا لا؟ يعني لو هنا هبقى انترفنتريكولار صح ولا لا؟ لكن لو انا عايز اسال على الليفت كرونري نفسه هطلع فوق خالص في منطقه ملاصقه تماما للبلمونري ترانك واسال ايه ده؟ هتكتب لي ليفت كرونري. انما لو عايز اسال على الرايت كرونري مساحتي واسعه، كل اللي انتوا شايفينه ده اسمه ايه؟ شايفينه ولا لا؟ ده كل ده، انما الليفت كرونري نقطه وبعد كده بينقسم عشان يبقى سيركمفلكس وانتيريور. اذا لو اتسالت على ده رايت كرونري، لو اتسالت على ده ليفت كرونري. طب لو جاب سؤال على ده ايه ده وايه ده؟ ده البالمونري ترانك. اسالك على بدايته، اسالك على نهايته، ده بيبقى اند بلوك اكزام. اسالك ممكن على الفالف بتاعه هربط عليها تقول لي بالمونري ترانك، هربط على الاسندنج اورتا هتقول لي اسندنج اورتا. ايه الاسئله اللي بتيجي في القصب لو عايز تسالني يا دكتور؟ اسندنج اورتا. لو حطيت علامه في الاسندنج اورتا هتقول لي اسندنج اورتا. هسالك على برانشات وهتقول لي اثنين، رايت كورونري وليفت كورونري. هسالك واقول لك اذكر ساينس ريليتد لي، هتكتب لي ترانزفيرس ساينس اوف ذا بيريكاردي. هقول لك اذكر فيزلز انتيريور لو، انتيريور لو اللي هو البالمونري ترانك. واضح كلامي ولا لا؟ لو سالت على البالمونري ترانك نفس الحكايه، اقول لك اذكر الانتيريور ريليشن واحد او اثنين من الانتيريور ريليشن، هتقول لي لانجو بلورا. هقول لك مين البوستيريور ريليشن؟ اسندنج اورتا. هقول لك برضه اذكر ساينس ريليتد للخلف بتاعته البوستيريور بتاعته زي الاسندنج اللي هو ترانزفيرس ساينس اوف ذا بريكارديا. واضح؟ تاني لو جيت سالتك على الاسندنج اورت على الارش اوف اورت اربط، واقول لك بيبدا فين بينتهي فين؟ ابرانشات. يعني المنطقه دي الاسئله اللي بتيجي فيها الاتي، الاسندنج اورت قلنا الريليشن
قلنا الساينس ريليتد، قلنا بينتهي فين اللي هي بداية القرش، هو بينتهي فين؟ هو بيبدأ طبعا عند منطقة الأورتيك فالف، لكن انا لما بسأل أذني بقول هو بينتهي فين؟ هو طلع من الهارت بيتجه تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت؟ أبورد تو ذا رايت، ده الاسندنج أورد، رايح للرايت، رايح لمين؟ بينتهي فين؟ بينتهي عند السكند كوستال كارتريج رايت، سكند كوستال كارتريج رايت. بيبدا هو فين؟ هو نفسه الاسندنج اورتا عند السيرد كوستال كارتريج ليفت اللي هو بدايه الاورتيك فالف. اقول تاني، يبقى هو بيبدا فين الاسندنج اورتا؟ لو قلت لك بيبدا فين؟ 3 شمال. بيخلص فين؟ 2 يمين. برانشات اللي طالعه منه مين؟ رايت كروناري والليفت كروناري. ايه الريليشن بتاعته؟ ايه الريليشن للاسندنج اورتا؟ قلتها وبكررها تاني، من قدامه البالمونري ترانك وخلفه الترانزفيرس ساينس اوف ذا بيريكارديوم اللي بتفصله عن الليفت اتري. واضح؟ عرفتوا الاسئله اللي بتيجي في الاسندنج اورتا؟ طب لو ربطت لك القرش، بيبدا فين القرش؟ في نهاية الاسند اللي هو فين؟ سكند رايت. عند السكند رايت. ليفت سكند رايت. متخبطنيش بقى. احنا قلنا بيبدأ فين الاسندنج؟ بيبدأ في الليفت 3 وينتهي فين؟ سكند رايت. عكست يا دكتور. اسكت يلا. بالعكست ولا انا جيت. اتفقنا. بيخلص فين الاسندنج؟ يمين ولا شمال؟ سكند رايت. يمين. رايح لليمين. سكند. وجاي منين؟ سرد شمال. خلاص خلصنا بالاسن. القرش بقى هاتوا من النهايه من عند مين؟ سكند. لو وصلنا سكند بينتهي فين؟ رايح للخلف. ديسك بتوين الفورس والفيفس فيرتبري، ثوراسيك فيرتبري. ما هو بيبقى جاي كده، هذا القرش اهو مش جاي كده، هو بيبدا من هنا عشان الشمال اهو، جاي هنا خلص. القرش بيروح ايه؟ ابورد باكورد، رايح لورا مش ماشي كده، باكورد عليا اهو عند تو ذا ليفت ويدسن، فيوصل عند الفيرتبرال كولم عند الديسك بتوين الا تي 4 وتي 5. كلامي واضح ولا مش واضح؟ يبقى لو جالي القرش اوف اورتا اللي هو المحترم ده وربط هنا، مش ربط هنا، هنا اسندنج، هنا قرش، القرش يبدا عند السكند ايه؟ لازم تكتبه رايت. بيخلص فين؟ رايح للخلف. ديسك بتوين تي 4 وتي 5. برانشاته ايه؟ برانشاته ايه القرش؟ ثلاثة. هو رايح على اليمين بدي البريكوسيفاليك ارتر وبدي في الشمال اثنين الليفت كومن كاروت وبدي الليفت سبكليفيا. دي برانشات. بعد كده دخلنا في الخلف، بعدنا الهارت هيبقى ديسندنج اورتا. ارجعوا لي بقى تاني، دي الفيزلز اللي بتيجي هنا. اقولهم باختصار يعني بشكل سمرايزد جدا. اسندنج اورتا. وقلت الاسئله مش هكرر الاسئله تاني، راجعوها بقى. اسندنج اورتا، ارش اوف اورتا، بالمونري ترانك، بدايه ونهايه، بس ما قلتش نهايته فين. نهايته فين؟ سكند. البالمونري. البالمونري زي الاورتا. يعني عند السيرد برضه. بس يتجه ابورد وتو ذا ليفت. وينتهي اوبوزيت السكند ليفت مش السكند رايت، عكس بعض. ده داخل كده وداخل كده، نهايه ده ونهايه ده. بس نقول على ده على اسندنج اورتا، ها سكند رايت، وده نقول عليه سكند ليفت. كوستال 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 كارتج مش الريب، الريب ده بلاف في الخلف، انا هنا كوستال. واضح ولا لا؟ نقول بقى تاني، اسندنج اورتا، ارش، بالمونري ترانك، انا بقول الحاجات اللي بتتحط عليها عينات، كوروناري ساينس، رايت كوروناري، رايت كوروناري، ليفت كرون. وقلت فين هحط العلامه على الليفت كرون؟ هسيب ده دقيقه واحده بس. يجي لي هارت زي ده، فين الانتيرير وفين البوستيرير؟ اليمين هو الانتيرير. فين الانتيرير وفين البوستيرير؟ فين الانتيرير وفين البوستيرير؟ ابص على الفيزلز اهو، ادي قرش طالع اهو كده. انا هجي لكم الوقت، شوف شوف الكلام ده.
ascending aorta لو هحط هنا كان في آلة هنا معايا ده البلمونري ترانك ده الاسندنج اورتا اذا جيت هنا يبقى الارش بعت عشان ما حدش يجي يقول لي انت كنت حاططها على الاسندنج لا ده انت حاططها على الارش لا ده كانت بين البنين لو عايز اسندنج هاجي تحت خالص هنا لو عايز ارش هبقى فوق هنا مين الارتري ده اللي ظاهر لعيني وواضح لعيني وكمل رايت كروناري طب عايز اسال على الليفت كروناري مش شايفه هنا طب البلمونري ترانك اهو وهلف اهو هاجي هنا عند مبدأه بدايته خالص مش هاجي هنا هنا والاقي فيه فيزلز ماشي اهو واجيب في اوله يبقى ده الليفت كرونري جيت له منين جنب البلمونري جنبه ومتطوح للخلف شويه يعني رايح للخلف شويه يعني طايح للخلف شويه واضح كلامي ولا مش واضح لو لفيت الهارت كله معايا دخلنا على الباك اقوم حاطط لك علامه هنا ايه اللي حطه الدكتور هنا ده بين الفنتريكلز وما بين والسؤال بيوضح من السؤال الثاني لو قلت لك ايدنتيفاي في واحد ممكن يقول لي ايه كوروناري سالكس صح واحد يقول لي اتريو فنتريكولار جروف صح السؤال الثاني اللي عليها منشن اتس تريبيوتريز يبقى ما كانش على جروف ولا على سالكس يبقى دي كانت كوروناري ساينس واضح فالكيس الفطن اللي بياخد من التاني ويطلع للايدنتيفيكيشن الاولاني ليه يعني كلو يعرف يوصل منه كلامه واضح انا مش واضح دي الفيزلز شكل تاني هارت جالنا زي ده انتيريور ولا بوستيريور سيريور بالنسبه لزمايلكم انتوا ما شفتوش لسه وراح فين الهارت اللي كان معايا عشان تشوفوا بس كل برضه لازم نشوف ايه رايكم في ده كده انتيريور ولا بوستيريور ايه رايكم كده طب لما اعمله كده يعني لما تشوفه من الخلف تحسي بعدم راحه حاجات كتير فتحت في وشك ايه ده لكن هنا هتلاقيه ناعم وجميل وحاجه طالعه هي لها قوس ما كنتش شايفها من هنا حد بالله عليكم شايف المنظر اللي الارش ده حد شايفه كده لا يبقى ده ازاي انتيريور ده في بلوة مفتحة في وشي راح على الخلف يبقى ده الانتيريور بتاعي يبقى انا اللاند مارك بتاعي مين الفيزلز الكبيرة ده ارش يبقى اوله هنا مين السن يبقى اللي جنبه على طول الكبير ده مين بالمونر يبقى ده السوبير فينا كيفا يبقى ده الرايت اتريا يبقى ده الرايت فنتريكل لو شفت فيزلز زي اللي ماشية دي اهي انتيريور اهي قدامي وراح ناحية دي رايح ناحية الرايت يبقى رايت كورونري طب الليفت كورونر عايز اجيبه ازاي امشي ودور على البلمونري ترانك روح جنبه وناحية اليسار من بدايته اهو ومد التفرعات بتاعته اهي البعيد شايف اللي انا بعمله ده ولا مش شايفين حاجة طب المفروض اعمل لكم ايه بقى انا مش عارف شرط ثاني دكتور الطب ده خد الفيديو يدي بالغلط طب ايه رايكم في ده من بعيد كده قولوا لي فين الانتيرو وفين البوستيرو بتاعه كده بوستيرو في حاجه طالعه اهي صحيح في حاجه مقطوعه اهي اورتك اهي بص لها ده اورتا اهو يبقى المنظر ده شايفه من انت بصوا كده من الخلف بدانا شفنا فتحات تاني حاجات كتير كده ده الليفت اتريم اللي فيه اربع فتحات بتاعت البلمونري فينز وبعدين حد فيكم هنا شايف حاجه خارجه كده في فيزلز كبيره خارجه لكن اهي فيزلز كبيره يبقى ده الانتيريور واضح يبقى لما اقول على ده واشاور على ده في العينه دي ده ايه ده كده دلوقتي ascending مش ارش يعني امتى اشوف الارش لما بقى شايف ارش قدامي يعني ده الوقت انا قدام اهو ده الاسندنج اورتا ده البالمونري ترانك دي الاثنين بالمونري فينز مفيش فيزل ظاهره هنا سوبيرير فينا كيف ادي السوبيرير فينا كيف
جنب الفتحه بتاعه الاورطه. الفتحات الخلفيه اللي انتوا شايفينها دي فتحات البالمونري فينز اللي في الخلف راحه للليفت اتريا. ده منظر. ايه رايكم في ده؟ تقدروا تعرفوا لي فين الانتيور فين البوستير بتاعه؟ بصوا لي على الفيزلز. هقلبها كده عشان تشوفوا لي دي فتحه ودي فتحه. فيزلز كبيره اهي لونها ابيض اهي. قربوه كده لبعض. ها في حد هنا شايف حاجه؟ ادي غرفه مفتوحه وده الليفت الليفت اتريم اهو. بس والهرتات الكبيره. واحد زي ده اجيبه علشان الفيزلز. لو جيت لك ده متهيألي كلكم شايفينه. فين الانتيرو فين البوستيريو بتاعه؟ ده الانتيرو ولا البوستيريو؟ طبعا ده الانتيرو لان البالمونري ترانك اهو. خلاص نفس القصه بقى. لو جبت حاجه زي كده اجيبه عشان ايه؟ الفه كده واجيب الحاجه الزرقاء اللي هي في الخلف دي. شايفين الكبيره دي؟ واضح ولا لا؟ يعني اجيبها في واحد زي ده، يجيبها لكم في واحد زي البلاستيك ده، بحيث تبقى انت شايفها حاجه موجوده في الخلف هنا اللي هي كورونا الايه؟ سايت. واضح كده؟ عشان اخلص بقى من الايه؟ من الـ من وجع القلب ده. نرجع بقى تاني لمين؟ للغرف. كلام السهل السبوتس عليها سهله. الغرفه دي اللي هي مين؟ رايت اتري. ديسكرايب اتس انتيريور انتيريور سيرفيس اند بلوك. موديفايد. شورت ايسي. عشان تقول له انتيريور سيرفيس رف وبوستيريور سيرفيس سموث. والانتيريور سيرفيس رف عشان في بيكتينيت ماسل، والبوستيريور سيرفيس سموث لان امبريولوجيكالي مختلفين. الرف جاي من حته والبوستير جاي من حته. البوستير جاي من الساينس فينوزس، انما الانتيريور الرف جاي من الكومن اتري. اوسبي. ايش هذا؟ رايت اتري. منشن سيرفيسز وبوردرز بيشارك في عملها في الاسترنو كوستال سيرفيس وفي الرايت بوردر. منشن اورفيسز انسايد سوبيريو فينا كيفا انفيريو فينا كيفا الترايكاسبيد الكورونري ساينس الفينيكورديس ميني. من فيهم ليهم فالفس ومن فيهم ما فيهمش فال. كلهم فيهم فالفات اكسبت مين؟ اكسبت السوبيريو فينا كيفا والفيناتي كيتيرا اللي هي الفينيكورديس ميني. الغرفه اللي بعدها رايت فنتريك. انترنال فيتشرز اند بلوك موديفايد او شورت. السؤال اللي يجي فيها ديسكرايب اتس انترنال انتيريور فيتشر عشان النهائي تقوم توصف وتقول ان هي ليها جزئين انفلو بارت واوت فلو بارت. الانفلو بارت راف بارت. عارفين يعني ايه انفلو؟ عارفين بقول ايه ولا مش عارفين؟ امال ايه الاسبهلال اللي على وشكم ده؟ بلاش انفلو. الريسيفنج بارت والبامبنج بارت. الريسيفنج بارت بيبقى رف، البامبنج بارت بيبقى سموث اللي هو طالع على الفيزلز. واضح ولا مش واضح؟ وان فيها جزء اللي هو الرف بارت بقى اللي هو الريسيفنج اللي هو الانفلو رف علشان مجموعه العضلات اللي هي الترابيكوليشن ماسل، وانه في اماكن بيتجمعوا وبيبقى عباره عن بابيلاري ماسل، ولانه الرايت فنتريكل بيبقى موجود فيه ثلاثه بابيلاري ماسل، والثلاثه بابيلاري ماسل متقسمين واحده انتيريور وواحده سبتال وواحده بوستيريور، وكل بابيلاري ماسل لها كوردة تنديني، والكوردة تنديني اتاتشد في الفري مارجن اوف ذا كاسبس اوف ذا ترايكاسبيد فالف. ده اند بلوك موديفايد وشورت. انما الوقت لما اسال عليه اقول اسمه ايه؟ اسمه رايت فنتريكل. ايه السيرفيسز والبوردرز اللي بيشارك في عملها؟ استرنو كوستال سيرفيس وانفيريور بوردر. مين الاورفيسز اللي انسايد؟ مين الاورفيسز اللي انسايد؟ اثنين الترايكاسبيد والبالمونري. رتب الكاسبسات بتاعتهم الانتيريور بوستيريور سبتال. ده الترايكاسبيد. طب البالمونري فالف واحد واحد بوستيريور واثنين انتيريور معكوسه في الاورطه. طب لو جيت على الغرفه دي وقلت لك ايش هذه؟ هتقول لي الليفت فنتريكل. نفس الاسئله اللي سالتها على الفنتريكل، بس الفرق هنا انه من الداخل فيه اثنين بابيلاري ماسل بس، برضه في انفلو بارت وفي اوت فلو بارت وفي سموث بارت وفي راب بارت. الفتحات اللي فيه فتحتين المايترال، ودي مترتبه اثنين انتيرو بوستيريور
وواحده اللي هي الاورتك ودي مترتبه واحده انتيريور واثنين بوستير. اقلب الهارت كله واسالك على الغرفه دي هقول لك اسمها ايه، هتقول لي اسمها الليفت كلها من جوه سموث لانها كلها جايه من الساينس فينوزس، فيها كام فتحه؟ فيها خمس فتحات، اربعه بالمونري فينز وفتحه اللي بينها وبين الليفت اللي هي المايترال. واضح كلامي؟ في حد عنده اي سؤال؟ حد يقدر يسال اي سؤال؟ حد يسترجل عليا ويقول لي انا راجل وهقول لك سؤال؟ قرب يا ابني، ده ممكن يجي بس مش عشان اسال على فيزلز، هسال على ايه بقى؟ على تشامبرز. التشامبرز اصل شامبر دي زي شامبر النضاره مثلا، شامبر شامبر ايه؟ عندنا ال استنى يا عم استنى ما نقول كلمتين. عندنا البتاع البانشر، البانشر اللي هو بتاع اللي هو العجله بتاعت السياره، احنا نسميه في مصر ايه؟ شامبر. شامبر يقول لك ايه العجله دي مفسيه. مفسيه يعني ايه؟ مفس كده يعني. مش العجله نايمه؟ طيب اسمها العجله نايمه، احنا بنسميها عندنا الكومن يعني بتاعنا مفسيه. شوف لي الشامبر ده، فتخيل بقى لما واحد بقى عندنا في مصر بندرس له اناتومي ويقول له الشامبر، طالب عندنا هيعمل ايه الولد ده؟ اي شامبر، وهروح لاي بنشر عشان يعمل ايه؟ الغرفه دي اللي هي مين؟ بص كده معايا، طالما هي ده الانتيرو سيرفيس اهو، يبقى دوت الرايت اتريوم، دي الرايت فينتريكل، قربت للابكس وجيت الناحيه دي بقى اسمه الليفت فينتريكل، قلبت كده غرفتين اللي قدامي. خلي بالك انا قلبت ازاي وانت بتقلبه في الامتحان، ده الرايت عشان لما تقلب كده يبقى ده الرايت وده مين؟ الليفت. وضحت ولا لا يا جماعه؟ ده لما يجي لنا في امتحان عشان لو جيت سالت مثلا هنا ده مين كده دلوقتي؟ ده الليفت فينتك، ده الرايت اهو قدامك اهو. بصوا لو قلبت وحطيت وحطيته مقلوبه تيجي في الامتحان وتعدله لنفسك، فاهمين كلامي ولا لا؟ لان ممكن احط العلامه هنا وانا في الخلف، فانت بص عليه كده من قدام، ده الرايت يبقى ده الليفت، بس الدكتور بيسال عن الليفت. كلامي واضح ولا لا؟ واضح؟ ما حدش بقى يقول مين الكبير ومين الصغير. ده بالنسبه لده، في واحد تاني كان هنا اهو. قولوا لي ده مين فيهم الانتيرور وفين؟ انا بوريكم كذا حاجه. انتيرور. طب ده واضح متهيألي كده الوقت؟ واضح؟ واضح الانتيرور؟ ليه ده الانتيرور؟ لا مش انتيرور. طب ده ليه انتيرور؟ الاورطة بايحة اهو وفي شباك مفتوح فيها اهو، لكن ده الاسندنج اورطة، ده الارش، ده البلمونر ترانك، ده الرايت المفتوح، ده الرايت اتريوم، ده الرايت فينتريكل، ده الليفت فينتريكل، ده الايبكس. لو قلبت من كده يبقى ده الليفت فينتريكل وده الرايت فينتريكل. لو جيت في امتحان بقول لكم تاني وحطيت لك علامة بقى بين الاثنين هنا، واحد فيكم هيقول لي انا كتبت رايت فينتريكل، واحد هيقول لي انا كتبت ليفت فينتريكل. ماشي، حسب السؤال اللي بقى. حسب السؤال. ممكن السؤال اللي بعده يقول لي ايه؟ اذكر الفيزلز ريليتد تو ذيس اريا، فيزلز ريليتد. هنا بقى واحد يقول لي ايه؟ ما صح يا دكتور، انا كتبت رايت فينتريكل وكتبت الفيزلز ريليتد. واضح؟ انا بقول المثال ده ليه؟ لان مش كل مره تسلم الجره. انا ممكن اعرف السؤال الاولاني بالتاني، لكن حاجه كده جت تمشي كده وتمشي كده. انتر فينتريكولار جروف فيه فيزلز اللي هي الجريت اللي هو الميدل كاردياك فين والانتر فينتريكولر ارتري، مش كده ولا لا؟ وممكن واحد يقول رايت فينتريكل فيزلز ريليتد رايت مارتن مثلا، مثلا رايت مار اي حاجه تاني. ولذلك اما اجي احب اسال على على فينتريكلز مش هحط وسنتر نفسي بين اثنين، يا هتلاقوني في الترطوفه هنا يا في الترطوفه. عارفين يعني ايه في الترطوفه؟ في الطرف هنا وفي الطرف هنا. والكلام ده حتى للزملاء اللي هنا اغلبهم بيعملوا كده، لهم اللي راحوا يحطوا الامتحان عارفين يحطوه بعيد، ما يحطوش بين الاثنين. واضح ولا لا؟ كلامه واضح؟ طيب في كم مكان في انستموزس في الهارت بقى عشان نخلص في الاخر؟ اثنين. انا عندكم بزود لكم واحده كمان، واحده صغننه كده. عارفين السبتم بتاع الهارت؟ السبتم، السبتم اللي هو بيفصل الرايت فينتر، هو نفسه في مناطق انستموزس، مش في ماشي من قدام عليه ارت اسمه انتر فينتريكولر، واحد اسمه بوستيريور انتر فينتريكولر، في الداخل بيبقى فيه فيزلز فيه انستموزس بينه. لكن اشهر مكانين كلكم عارفينهم اللي هم مين؟ ده بالنسبه للهارت. ايه تاني؟
خش ايه تاني النهارده هنخلص الهيد والنك في الهيد والنك خش فيها ايه الاسئله اللي ممكن تجي لي في الهيد والنك ايه الفيزلز اللي عندي في الهيد والنك ها الكومن كاروتيد ارتري اكسترنال كاروتيد ارتري انترنال كاروتيد ارتري انترنال جاكولار فين اكسترنال جاكولار فين اسئله اي حاجه منهم تيجي بيجن اندس برانشز لو حاجه برانشاتها قليله هذكر برانشز يكونوا 2 ولا 3 فقط لو حاجه لها برانشات كتيره هقول لك اذكر 2 او 3 ده فين ده في الاصل لكن لو انت كل في 4 واحد ناخدهم بقى واحد واحد ونشوفهم ونشوف الاسئله تيجي ازاي كلنا يمكن مش عارف انتوا هتشوفوه ولا لا لانه اللون احمر هنا في لون ازرق انتوا شايفينه كلكم اهو واضح ده في جنبه على طول فيزلز اهو ده اللي هو الكومن كاروتيد من تحت ده مين الكومن كاروتيد لو طلعتوا معاه الكومن كاروتيد وكملنا لفوق في نفس العينه دي مثلا يعني لو جيت هنا مثلا على اللون الاحمر ده وكملت وجيت لاخره هنا اسمه اكسترنال كاروتيد يعني لو سالت عليه من تحت تكتب لي كومن كاروتيد لو سالت عليه من فوق تكتب لي ايه اكسترنال كاروتيد خلينا دي هنا ايش في ده مفيش فيزلز باينة فيه انت شايف فيزلز فيه هو في فين بس ما فيش في حاجه اهو اها اها عايزين واحد تاني في حاجه ازرق كده اوريكوا ده اوريكوا ده ما بشيء تعالوا كلنا كده شايفين الوريد ده اللي هو شايفينه ده الجماعه اللي هنا الاول ديك واحد واحد بقى ده الانترنال جاكولار فين ده الكومن كاروتيد ارت يجي فوق تلاقيه اتقسم اثنين اللي تلاقيه قدام ده الاكسترنال اللي في الخلف ده الانترنال واضح انتوا كده الجزء ده شايفين شايفينه ولا لا انترنال جاكولار فين انترنال كومن كاروتيد ارت اثنين من فوق في الكومن كاروتيد ارت طالعين واحد لامام ناحيه الفيس اكسترنال والتاني اللي ورا ده الانترنال اللون الازرق ولا البنفسجي ده الانترنال جاكولار فين اللون الاحمر اللي ماشي جنبه على طول ده اللي هو مين كومن كاروتيد اطلعوا معاه فوق خالص هتلاقوا اتقسم اثنين اللي الامام ناحيه الفيس ده الاكسترنال اللي في الخلف اللي هو مين انترنال هم طرحتي له انا انا اللي انا شايفين كده شايفين كلكم ركز انت معايا طيب كان اسمك ايه نسيت اسمك ريان ده معايا في المجموعه ده الانترنال جاكولار فين واضح متهيألي كلكم شايفينه كومن كاروتيد ارتر بصوا كده وكملوا معايا اللي شايفينه في الاخر مقسوم اثنين كده واحد ناحيه الفيس واحد للخلف اكسترنال الاكسترنال اللي هو ده الامامي اللي في الخلف اللي هو مين انترنال واضحه عندك خلي بالكوا بقى من العينه البلاستينيت دي ده كومن كاروتيد ارتري مقسوم اثنين اهم اللي ناحيه الفيس الامامي ده الاكسترنال اللي خلفه ده مين انترنال المجموعه اللي هنا شايفين ده ارتري في ارتري طالع اسمه كومن كاروتيد شايفينه شايفينه في الاخر مقسوم اثنين مين فيهم الانترنال وفي الاكسترنال اللي ورا اللي ناحيه الفيس اللي قدام ده هو الاكسترنال اللي خلفه هو مين الجماعه اللي هنا ده الكومن كاروتيد ده الانترنال ده الاكسترنال ده الكومن اسحب عليكم انت ده الانترنال ده الاكسترنال كومن كاروتيد انترنال ناحيه قفاه ناحيه ودنه الامامي ده هو الاكسترنال واضح اذا هنا في العينه دي او في العينه البلاستيك شفت كام فيزل شفت كام فيزلز أربعة اللي هم مين انترنال جاكولار فين كومن كاروتيد ارتري اكسترنال انترنال اسئله انترنال جاكولار فين بيجن اندس تريبيوتريس
في الاوسبي 2 3 اتريبيوترز. بدايته فين؟ بيز اوف ذا سكال، بحاجه من اتنين، اما انك تقول از ا كونتينيويشن اوف سيجمويد ساينس، او بايونيون اوف، عارفين تقولوا في الاول بيز اوف ذا سكال عند الفورمن اللي اسمه جاجولار فورمن، خدته في سنه اولى جاجولار فورمن، يبقى بيز اوف ذا سكال عند الجاجولار فورمن بايونيون اوف اتنين ساينس، سيجمويد ساينس وانفيرير بتروزال ساينس. ده بدايته. نهايته فين؟ خلف الاسترنو كلافيكولار جوينت بايونيون، بيعمل يونيون مع الساب كليفيان فين عشان يبقى اسمهم النومينانت فين. ده كلام نظري، ده بدايه ونهايه. تريبيوتريز الاثنين اللي عاملينه تريبيوتريز له اللي هو السيجمويد ساينس وانفيرير بتروزال، لكن في مساره طريقه بيجي له مين؟ كومن فيشيال لينجوال فارنجيال اكسترنا، ومن تحت في الثايرويد بيجي له حاجات. في الثايرويد طالع منها كام وريد؟ ثلاثة اللي هم مين؟ سوبيريور وميدل وانفيرير. مين فيهم اللي بيخش عليه؟ سوبيريور وانفيرير. السوبيريور وميدل والميدل دول التريبيوتس. ده الانترنال جاجولار فين. طب لو جه الكومن كاروتيد ارتري، الكومن كاروتيد ارتري تقول اذا كان رايت او اذا كان ليفت. طب اعرفها ازاي؟ اعرفها ازاي معايا؟ نتغاضى عنه وهتكتبه كده وانت بتكتب في الاجابه، حتى لو انت شايف رايت او ليفت العينات بتاعتنا كلها مختلفه، فممكن واحد يكتب كده في الحالتين مختلفين او مختلفين. لو انت عندك الليفت كومن كاروتيد الليفت يبقى طالع مباشره من الارش في اورطه، لكن لو انت في الرايت بيطلع من البريكوسيفاليك ارتري خلف الاسترنو كلافيكولار جوينت. دي البدايه في النهايه، في الاثنين مختلفه شويه، نهايتهم الاثنين واحده، بينتهوا فين؟ عند الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتليج اللي هو ديسك بتوين سي 3 سي 4 سي سيرفايكال 3 سيرفايكال 4 باي ديفايدنج انتو تو ارتريز. تكتب كده اكسترنال وانترنال، كلكم شفتوهم. طب لو السؤال على الاكسترنال بدايته فين؟ بدايته عند الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتليج اللي هو الديسك بتوين 3 4 اللي هو النهايه بتاعت الكومن كاروتيد ارتري. نهايته فين؟ نهايته سودا. نهايته هيخش فين؟ هيخش فين؟ في الباروتيد. بيخلص عند النيك اوف ذا ماندبل. نهايته نيك اوف ذا ماندبل باي ديفايدنج انتو تو تيرمينال برانشز سوبرفيشال تيمبورال ارتري ومكزيلاري ارتري. البرانشات بتيجي بالطريقه الاتيه. اذكر وان برانش ارايزنج فروم، ده بعد السؤال بتاع البيجن والاندس. ده بعد السؤال بتاع البيجن والاندس، السؤال الثاني اللي بيبقى عليه. منشن وان ارتري ارايزنج فروم اتس ميديال اسفيك من الجزء الداخلي منه اسندنج فارنجيال. اذكر منشن اللي مش عارف عربي. منشن تو ارتريز ارايزنج فروم اتس بوستيريور اسفيك من وراه. اثنين اوكسيبيتال وبوستيريور اوريكولار. منشن 3 ارتريز مختلفة، واحد ميديا واحد بوستيريور ثلاثة انتيريور. مين الثلاثة اللي طالعين من الانتيريور؟ فيشيال فيشيال لينجوال سوبيريور ثايرويد. دول طالعين من انهو اسبكت منه؟ من الانتيريور. اما الانترنال كاروتيد ارتري البدايه بتاعته هي نفس النهايه بتاعت الكومن كاروتيد ارتري، انما بينتهي في البيز اوف ذا برين. في البيز اوف ذا برين باي ديفايدنج فوق في البيز اوف ذا برين الى انتيريور سيريبرال ارتري والميدل سيريبرال ارتري سبلاينج ذا برين، وهيتاخد في النيورو اناتومي بالفيزلز بتاعته، لكن بيطلع منه برانشين النهائي تعرفوهم كده. ايه برانشاته لو سالك عليه؟ ملوش برانشات في النك، برانشاته كلها في البرين فوق. مين برانشاته اللي في البرين؟ انتيريور سيريبرال ميدل سيريبرال بوستيريور كوميونيكيتنج انتيريور كورويدال ارتريز. اقولهم تاني، انتيريور سيريبرال نيمز انتيريور سيريبرال ميدل سيريبرال بوستيريور كوميونيكيتنج انتيريور كورويدال اوف سالمك اللي رايح للاوربت اللي رايح للار. ده بالنسبه لايه؟ للهيد اند نيك. اخر حاجه اقولها لكم النهارده الابر ليم. ايه اللي يجيلي في الابر ليم؟ ايه الاسئله اللي تجيلي في الابر ليم؟ سب كليفيان ارتري اكزيلاري ارتري بريكيال ارتري راديال ارتري
انر ارتر. لازم اشوفها، لازم اشوفهم الارترز اللي موجوده في الابر لين. هوريها لكم في البلاستيك وهوريها لكم في واحده من الحاجات اللي هي البلاستينيتد. ايه السؤال اللي ممكن يجي عليه؟ بداية بلاستيك نهاية تريبيوتريز لو كان فين، برانشز لو كان ارتر. اشهر حاجه لو بدانا في الابر لين يبدا من عندي فوق خالص الاكزيلاري ارتري. نشوفهم بس الاول في الموديل اللي هو العجيب ده. لو سالتك هنا في المنطقه العاليه دي تكتب لي اكزيلاري ارتري، لو رفعتها لك في نص الهيومرس هنا تسميه بريكيال ارتري، لو جه من تحت هنا هيتقسم اتنين، واحد هيمشي على الريدياس واحد على الالنا. اللي ماشي على الريدياس يبقى اسمه ريديال ارتري، واللي ماشي على الالنا هيبقى اسمه النر ارتري. بص لي هنا الاول انت كده، لو ربطت هنا فوق اكزيلاري، لو ربطت في النص هنا بريكيا، لو نزلت لتحت بص كده الاول هنا في اتنين، فين الريدياس والالنا؟ الريدياس اهي، يبقى الارت اللي ماشي عليها ده مين؟ ريديا. وده الالنا. طب ما دي سهله، طب ما دي سهله كده، مش عايزه مشكله. ما تجيبليش ابعاد اسمها في هذا، بس لو تشيل المصص اللي عليه ماشي. لغايه ما اشوف لكم واحد بكره بلاستينيت كويس. بصوا يا جماعه خلي بالكم يا شباب، ده المسار بتاعنا من البدايه اهو. لو في منطقه الابط هنا، لو عالي خالص هنا في فوق خالص هنا في البدايه، شايفين بدايته فين؟ لو فوق خالص هنا هسميه سب كليفي خالص، هربطه في الترطوفه فوق خالص. لو نزلت هنا وحسيت انه عند الابط مش هنا، هنا هنا اكزيلر في النص الارم بالظبط، هربطه لك في نص الارم يبقى بريكي. لو نزلنا تحت هنا اللي احنا شايفينه ظاهر ده ناحيه الاصبع الكبير ده، ده الراديال. واضح ولا مش واضح؟ ده الراديال ده ناحيه الاصبع الكبيره. لو شلت العضله دي كده هشيلها لكم في الامتحان عشان تشوفوا الثاني ده رايح ناحيه الاصبع الصغير ده مين؟ الالنر. انت شايف كده يا ريان؟ اي تمام. بص كده الارتري ده من هنا اوله هنا سب كليفي، في المنطقه دي اكزيلري، في نصف الارم بالظبط اللون الاحمر. طبعا مش هسال على الحاجات اللي لونها اصفر دي، ده نيرفس، ده ماسكولوسكليتال. ما يجيش واحد اربط له واحد هنا يكتب لي ميديا النيرف. اصل انا في بلوك كارديو فاسكولار بالمناسبه. فلو حطيت هنا علامه يبقى انا قصدي البريكيال ارتر. وبرده السؤال الثاني عليها يبقى برانشز، واحد يقول لي طب ما النيرف له برانشز. بس انا في بلوك كارديو فاسكولار. واضح كلامي ولا لا؟ يعني ما تستسكوش قوي يعني في الحته دي. خلينا مصدقين ان حتى لو العلامه على حاجه صفراء يبقى الدكتور قصده على الحاجه الحمراء. هجيب عينات منين؟ ده الراديال، ده الامر كعينة كسبوتس، شفتوها ولا ما شفتوهاش كلكم الوقت؟ امتى اقول سب كليفيان؟ امتى اقول اكزيلاري؟ في الحته دي. ما اعرفش الحته دي تسموها ايه عندكم بقى. طب لو عايز بريكيال في نص الارض، لا هقرب هنا ولا هقرب هنا عشان ابقى بعيد. ناخد بقى الاسئله اللي بتيجي عليه من اول مشاهيره الاكزيلاري ارتر. بيبدا فين الاكزيلاري ارتري؟ عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب از ا كونتينويشن اوف ذا سب كليفيان ارتر. بينتهي فين الاكزيلاري؟ عند اللور بوردر اوف ذا تيريس ميجر، بانه بيبقى اسمه بريكي. ناخد البريكي، البريكي اللي بيبدا فين؟ عند اللور بوردر اوف ذا تيريس ميجر. بينتهي فين؟ في الكيوبيتال فوسا عند النيك اوف ذا راديوس، بانقسامه الى اثنين ارتر ريديال ارتر. وقلنا طب الريديال بيبدا فين؟ بيبدا عند النيك اوف ذا راديوس في الكيوبيتال فوسا از وان اوف تو تيرمينال ديفيجن اوف ذا بريكيال ارتري. بينتهي فين؟ ان ذا بال ده الراديال باي فورمينج ديب بالمر ارش. ارجعوا لي على الالنر، بيبدا فين الالنر؟ كيوبيتال فوسا عند النيك اوف ذا راديوس
as one of two terminal division of the brachial artery بينتهي فين؟ in the ball بيكتب كده in the ball by forming ارجعوا تاني axillary اذكر برانشات من الفيرست بار اذكر برانشات من السكند بار اذكر برانشات من الثيرد بار اذكر البرانشات of the brachial artery اذكر برانشات الراديال او الاندر ناخدهم واحده واحده اذكر البرانش which are rising from the first part of axillary artery branch من الفيرست بار axillary artery superior thoracic artery احنا خلاص عرفنا الاكزيلري انا بحط السؤال اللي ممكن يجي عليه mention two arteries arising from second part اثنين lateral thoracic وثوراكو اكرونيا اذكر three branches arising from its third part anterior circumflex humeral posterior circumflex humeral والاخير اسمه sub scapular artery لاحظتوا حاجه ان الاكزيلري الفيرست بارت منه بيطلع منه واحد السكند بارت بيطلع منه اثنين السيرد الثلاثه ويتذكروا ويتحافظوا البريكيال بدايه نهايه عرفناه اذكر ديبست برانش اوف ذيس ارتري الديبست برانش اللي طالع منه البروفاندا بريكيال او يجي سؤال ثاني اذكر البرانشات اللي خارجه منه اذكر البرانشات اللي خارجه من البريكيال البروفاندا اللي انت قلته دلوقتي واحد اثنين superior inferior ulnar collaterals muscular branches ارجعوا لي على الراديال الراديال بدايه ونهايه عرفناها البدايه بتاعته بيطلع من عندها artery branch طالع منه اذكر برانشاته اسمه radial recurrent واضح كلامي ولا مش واضح radial recurrent طول مساره بيديني muscular branches وعند الريست يديني carpal branches ويديني artery اسمه superficial palmar artery هتولي الالنر ايه برانشات الالنر انتيريور بوستيريور الالنر ريكارد مش الالنر كولاترال الالنر ريكارد ماسكولار برانشز كاربال برانشز وبيطلع منه دي بالمر ارتري بكره بقى نكمل الابدومن سوركس وابدومن لا والله شكرا.